يسمى هذا الفيروس بفيروس كورونا أو بالفيروس التاجي لأن لديه تاج، وهو عبارة عن بروزات مسمارية تتخفى داخلها مادة خاصة تسمى بروتين إس، والذي بفضله يتمكن الفيروس من الولوج إلى داخل الخلية. تلعب البروزات دور المفتاح الرئيسي. البروزات ترتبط بالمستقبلات الموافقة لها على سطح الخلية وتخدع الخلية التي تعتبر الفيروس صديقاً، لكن الأمر يكون قد فات ويتم ضخ الحمض النووي الريبوزي داخل الخلية، وتبدأ الخلية المصابة بالتحول إلى مصنع لإنتاج الفيروس. لا أنا ولا أنت، لا أحد سيموت من هذا الفيروس، نحن شبان. الإصابة بفيروس كورونا الجديد تجري عن طريق القطيرات عند السعال أو العطس أو حتى خلال المكالمة إذا كنت تقف بالقرب من المصاب. جسيمات الفيروس يمكن أن تتطاير في الهواء لمسافة لا تزيد عن متر واحد حتى تترسب على السطوح، لذا قد تصاب في حال لمست مثل هذا السطح، وبعد ذلك لمست فمك أو أنفك أو عينيك. يدخل الفيروس عبر الطرق التنفسية العلوية إلى جسمكم، ما يثير حالة السعال الشديد ويثير ارتفاع درجة الحرارة. بعد هذا قد تنزل جسيمات الفيروس إلى أسفل جهاز التنفس، ما يؤدي إلى التهاب الرئة والفشل التنفسي. عادة ما يلاحظ مثل هذا التطور الخطير للمرض أو حالات الموت لدى الناس الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً. كما أن الخطر يحدق بالناس الذين يعانون أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض التنفس المزمنة. عموماً كلما قل عمركم وكانت صحتكم أحسن، قل احتمال إصابتكم بالفيروس.